السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي قيماي غاياها بدون ولكن مسكين عاود قبرتين برا مشيتي إلى سود واد سود واد دوني على ذا مير والباء كجوكتين سود واد سود واد أصحابي سود واد 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 سود واد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مير والدوني على ذا كجوكتين سود واد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود واد. السلام عليكم ماندق نمان سليمان عند أوران إن علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سكريم على السود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن مسكين عاود قبرة تمرة مش طيلة ملو بدون يد على ذا كجوك تين سود وهذا سود وهذا هن أصوغ العاوة ساعدها إنه كان عنده مصوغ إيرلي أما هن صوغ له سبع مركي نوتاي إن ساعدها صوغ له واحد بدل إنكم تجيب دون الدوبي له هذا ساعدنا وها وقتي لو تلقي تنكي ساعدنا لما تندق كبدكم الجرا يدو إلى هذا عربا أنا كهالله ما هذا هذا شو أمر إما قال هذا مقدس بريتو لو إعلامي حال ربا إن دتك الصوماليات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود هذا أصحابي سود هذا سود هذا علماء بدن وشخص مو يا أصحابتي يا حرتي أما علماء دي أهل السنة ودن إما قال هذا مقدس جوكتي وكسه هر جيدان شيخ أمول علماء دي كلا شيخ صلاد إيو شيخ علي وجيس إيو واتاقيرين شيخ أمول محاضرة محمد مركة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذن محلة آتم أبوكر وما سنتي تنكي ولا شيء معنتي تنكي أصحابتي إذا يقعوا عصب هذا يقعوا عصب تا يوتيوب كسبسكراب صار قنبلة الكفر آتم ويقعوا عصب ياي قالي محمد ويقعوا عصبين سكريم علينا ويقعوا عصب ياي لما وحان لي انت يقعوا عصب يوتيوب كما يشكروا شاريا سبسكراب صار قنبلة الكفر الله يقنسا سيادكم من نخط أصحابتين ونكسدوا هنا قف يوتيوب كوحرا وينو يوتيوب كان فيسبوك كوحرا وينو يوتيوب سبسكراب صار سينما السدو أردت أسعيني فافعيني وحان مغل الجرني دولة دي معارضة أساس علماء دي مقالة مقدشة وحي لك لصفتين قارنا الشيخ أمر قارنا محلة الشيخ سمو الشيخ سمو وحكمي دي هاي علماء عام كاي مقالة مقدشة لكي يخان ودين تلقي سوكاري وانين أهل السنة علماء بضان أيوك فكرة وحال رباة علماء دي اللي اسكو كينو لحليو محاضرة أمبريد دي بلوديو جمع كلا لغبتو الشيخ سمو يحب محيب بلغ غادين بنا بحنا بديد والنبي قلقو حسي وكنا عاي سيقنا كسور جيتك جنو يريسو صلا ما أمركا ويحي إني فوضتاي وضتكو إيس دي دي نجح وابرتي نجحي تانكيو تانكيو وانا أركي مانتن واصوديقي مانتن واسود دقي and صور أو مقعد ما هكاس لكن هو مقعد كله لكن صور كي قصار وحن ربع دتكم مركي صوب تاني أنا أري ما هسكالو أري ما هسنا كالو ونجح وما سنت تنكي ولا شيء معنتو أنا جو كان للي بيج أو إسماعيل أو يجو قرنيه أو أنا ليه واجرة بيج كمان استعمال الليف وحنا مصوديو أردت أسوى كالو دون أدو إلهي رادو سودوا سودوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت صديق ولا واقف لقديني أبتجي كراشة مدحون كعجين كبلة ولا واقف لقديني بيج أكو قرنيت سومالي دلت كل كسومالي وين أونلاين وحنو عاس بارير سدو سدو مركز النو عاس واجرا واقف لقديني أم صورة القارنة صارت قارنة دتك مركز أكو أركان إنا دت قف بدنو أكو صابيريان حكيني بيج كل فطار ما يعني شو أريد دكتك صوبتان مركز أنك هاللي أدوي لير دكتك صوبتان دكتك لما يسترنا وشيء مرول بنا بيج كم فيسبوك يوم كسوقريه أنا أقول بيج ما يستعمل بيج ما يستعمل وهي ما أنت فيسبوك وقت قوي بيج كاس أن ليه هو يستعمله وهاي وحكم إذا دكتك إني كونفيوس يكون خدان أنا أقول فيسبوك أن ليه بس الله لا تني سدد الفلوين مري هذا أركتو بيج كلا فطي أضديره هذا أركتو فيسبوك أضديره أنا أقول ملي أنا أقول حنلاقيها ميت كاس ولا بعدين إيه سدد كن إفلوجا مري
قف الباب الصومالي إنه وشيء نجح ومر سنتاي وأنا صادق ما أنتوا عن كأصلا في ذوق الشرقية ضد كأصوبة وحن ربا دقال كان علماء كده حق رحي إن أنا إني كل بياني شغال وجيس وهاللي شيخ سلاد شيخ سلاد نواهلي شيخ محمد سلاد نواهلي وحيم تاجر أمو جين شيخ أمو أمو جين علماء كلا واحد الشيء أو محلا شيخ سمو تاجر أمو جسي شيخ سمو تاجر بدن المجال هذا مغشي كل علماء أو أهل السنة رتب بركان كوشة أهل السنة هم تاجر بركان كوشة شيخ سمو تاجين أي أفلقاد أي أوجستي شيخ أمو هرتا أهل السنة ومات صوماليين قد دلاتي سيقود بدون وجلتان عربا غرالة صنوة واركي عربا بلشادة صوماليين إنان كعليو وغفر بوعي داواني إنان إرادة في ذوق الشرقات شغمل عدد مغالق اللي يبراه بلشادة ما انتو نساسي قسعدين ساسي قسعدين ساسي قسعدين مرو قوارشت التاقيري قوارشت مرو التاقيري لكن قوارش هذا مركو التاجري هو هيستي علماء إسكتكتي علماء إسكتكتي الشباب واجس ضد بدن التاجري وقار كم إذا محكمة دي أو كبيرة قار كم إذا محكمة دي أو كبيرة أو حسن داره ويسو كم ذي مركز ويا مركز وهلي شغم مغال كاس الدوبي وكل تاجريه نيك كسر جيسة علماء الإسلام كسر جيسة بالوركي غريز فكر كمركز قوي لكن وحي كدم بي الشباب يمركي دتك اللايين ودتك أصوب بحيني وحي كدم بي أنا ما أعرف ماله كنت تاجري شو أمل ما أعرف مال وكيف لقادي أهل السنة ما أعرف بينما في عنا وقت قف والبوع داونية أوا فان سنت أنا تانكي مركب أنا أصلا أنا في ذوق الشير جريسين سيا دتك أوه جادان إن أرت مركب كارس إن الله حلي علماء علم ماذا وحن ربا إن مجانا مقدش وحي مد شيخ ويناي عنكها إم حضرك وقبت شقمل وربك يريز شقمل عندي هنا معاه مجلس شيخ وينا عد بن آدم أكس أرجد هبرات مجلته شيخ وينا مجانا مقدش إيمانه مجلس يسمعها والدولة دي يريسو إنجينير إن قرن كندا إنجينير لو بعش لو سلوي واحد غلافة ما كاركتن واحد غلافة ما دين شغال وجيز كمهوري مان علو ما كلا ملك كلا جير جيرين بلورك يريس وزيرك أوقافته الدين تعلمي إن ماش صلوه غبناية شكنياوي تانكي تانكي ولا شيء لف شكنياوي ما قال هذا مقدس شمرك أوي مك مدحوينا سلوي رئيس الوزراء سلوي وحول لكل مي ما دحدي هراء ضلك شيخ شريف عن شيخ ولكل مي نين لجعليه نين ها لجعليه ولقي سخواريش من تغيير لما كاس دين إسلام كبين شيء اللي هو غرابني أمرك هراء ضلك إسكندر يعني يه المسلمين أي ضلك صلاة دك وقصب جيران ويا كان أنت تسوق جير يا يعني ما كحوم ما كحوم قالها المسلم هذا مال ولو يهين به أي صلاحين ولي يسمى التاجر من الجوين دالك مركو الجوين وحالو قومي شو أمر شو أمر وحالو قومي قفل بوي داواني وحارب أنا في دوغة الشرق شو أمر وحالو قومي شو كنياوي محلو قومي شو كنياوي محلو قومي وشو على وجيس وصور جيس وي بالوركي قريس علماء شعب نكان شعب مديدين شعبنا مو قومي مقالد الدادي ومقال عمرك الكواد وكنت تاجر يعني ما كان حونك كدينت كبنشت دينت استغنى مركز وعرك إنس كبنشت ووس كذا بح أنا عمرك أسوأ مقال كسر أنا صوري وكنت تاجر يو نيكي مسلمين تكسر جست وقالد ضبط مرسل ودوبنت عدرب تلقى سكفير سكرتا لكن مركز ومرك إني ما كان إيس ولي إيس بدلين أو ضدك إيس قرط جونجر أو ضدك إيس غير حقير جير أو أي دينت كبنشجن مركز عدول بات تاجرز مسلمون بيانك وجمعين. شكن ياوي ما تاجرين كفكر معهن هذي مسلمين يه هذي قاليه ما قال هذا مقدس شو يمين لو ما كلهارين. إد إعلام السيء والدولة ده هاي رات مجرد إسقى إعلامي.
لكن شقوم الولو إعلامي واحد بدنا ربع مدة الصومالية إذا ونسى تانكيو تانكيو ولا شيء معنتو أمة كلتومة ولا شيء معنتو شقياوي واحد قومي هبيرات مجرد واحد قومي هبيرات مجرد واجو الشخص مو واجو الشخص مو علوم مدي آذوك مده ولا سعد وأقرب تاجنا وأك تاجنا إتقام تابيرات مجرد شخص مو إلها هقري كرت مالي محمد عبد الله فرماجي هقري كرين قيرة هقري كرين شيخ أم الله هقري كرين شيخ علي وجيس هقري كرين شيخ سمو شيخ ليقان أو عانا أو مسلم أو أهل الدين ضدك دين تبرنا أو كسو قاري ولقي سن دين دين تبرنا فينايا وعن روا أمرك قفل بو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صد وهذا نمانتين وعن روا أمرك ضدكو إسخومين لبكين ولا قبح علوم هذا اللي يسكو كينو علوم هذا هل يسكو كينو علوم هذا هل يسكو كينو هل يشي سيو قاموا ذا جرا هوسا لودغا قاموا هوسا لودغا هل يسكو كينو لبدا شيخ هل يشي سيو هل قش شقينا بدا لكن هو ما عدنا نقبسنا شق على معه ما يجي شق على وجيز ي يمعه ما يجي ي ي شق سلام وتاجر سنة ما عدنا وقبلنا هذا رصاص ضد ملوك شو رويه وها علوم هذا وينه هذا الكاتين باورا الذي واتيكرتين شخص ما ولا تيكرا قولي يسأل لو تيكرا إمام هذا لصار كرا شيخين يا ترى له اللي وحي أطقم تنكرا له أنا كرا الجرين علوم هذه وحي هرنا وادعين هذا وحال روا إن ذلك كاني ذلك كان وعدي وحي نقدر منا وأنا قد انتهى مصان غنيان مصان غنيان مصان غنيان بلور كي قديس هذه مركا شق على وجيسيو شق صلاديو إيه لذا شق أمل والله غبني أم حاضر أيو ذلك يا قلوب تلسكو الله يسكو دويين يا لكلف فوين علوم هذا اللي يسكو كانوا دولة الصومالية وباقيها شقياو ومدة الصومالية واحد قرص المجد ورقف الديدين هدارتو على الجديد خوف الديدين هدارتو على الجديد قف شخصيا ما شخص مو قف شخصيا ما علوم هذا أفكوا ذي مغل كذو كوالا واحد أنا أسكو تكتي أولي يغنو أم يلدقن أم يعلن مغدش أسكو بنام بحيو وين كسمي دت كانوا وعد قلي أدر يالغو عيار نظامك يالغو عيار ننجع ليس قال قدها نظامك يالغو عيار أنا وشيق أم الكمين سورجل ما حضرين وما قالوا قبتنا وسودوا ويني وطاير سنة دل كان إلا وعد قليو قف والبوع لما ذا كوة مريكا جوغ النوكين ولا ليالو حين كعسنا فيدو الشرقري كوة مريكا جوغ حتى إماذا دل كان إن وعد قليو وعلما ذا اسكو سودوا هذا علما ذا قمت جلتي أي أغادان دل كان إلا وعد قلين كرو علما ذا قمين شيق صلاة دي شيق محلا شيق على وجيس محيو قموين محاضر محيو قموين هذا رون تلقى مرمون رنته رنته لقى مرمون قفل بأنت سوقه أدقى قفو شيخان عديد المجرد شيخ أم الواشيخين ولا سلويني علماء ديدي هل يسكو كان علماء دي إساق هل يشيسي يكو نظيفة شيخان ذاتك هو عدي إساق اللي بتقيس على الفيو بذي ونقرين انت تلصف الله يدون التيفيور تقل يدين أدقى يدين أنا كل مقام من الشيخ سمو أدر وركين ذاتك الصوماليات وحي واركان قلط أنا هذا إني شيء علماء ديدياتين قفك وحال ربع إلا قبكره قفك إلا قبكره شيخهم الواشيخيني أنا ما ديدن ما ديدن هذا يصليين مرهاي شيخيني ويوسدوا ويننا شعبك قبلك بنادرنا دياري ويهين قف والبؤ ومواد الصومالية أو دل كان ربع إن دل كان لو عد قليو أو دباتتا اللي اسكه وعي قليو أو نما كان أرقع سيدا اللي اسكه وعي قليو أو علماء المذوبان أو علماء السفطان ولو باهين عن كأسنا يفيدوا الشرق ريا بليز أنت مركي بالوركي يسفع عندك إيش بالوركي يسفع عندك إيش بالوركي عندك إيش قفك هدي على هذه علماء هذا قبيل كله جلنس هذا في النوع هيتري شخص شخص سمو ودين بالفيري بالفيري وروح أصلهم بان بالروح أصلهم بان وركد داية نظام كي يلقو عيارين نظام كي يلقو عيارين أنا وحنا دلنا يرو قبل كيد دكان أنا وحنا دلنا يرو أباهن علماء ذو مذودة أنا وحنا دلنا يرو رمة علماء إسكود إيمانس أنا وحارنا علماء ذي دل كورن أو أهوقف كم غنين أو دتك وذا وعي جليني أو هل مال وذا تاجن أو أي مذوبان أو حتى مذوبان هذه مذوبين سنين أنا دلنا يرو قبل كبنين درساس دل نوجدته لكن دل من نوجد إن علماء ذي خارك مذا إيه لأن شقوم الأمي إيمانن شقوم الأمي إيمانن وحفي عن ما قف والبا انت سوقو
war wallahi oo billahi oo tallahi sheekh samow waa sheekh weyn oo la yaqaan. adan haddaan moodiin aan ku qabiil ay ku qabiil maahay haddaan kuu sheegay dadka qaar cudud iska qaba moogta war anuu nin qabiil maahay anuu in nabadda laga shaqeeyo oo culummada laysku keeno oo laysku raali geliyo oo hal meel ay wada yimaadaan oo ay culummada qof walba codka la siiyo ay dadka wacyigeliyaan oo ay mar walbana shiq kale intuno yimaado dadka laysku keeno la wacyigeliyo dalkaa u baahan dalkaa u baahan sheekh samow taageeri maa sheekh umula taageeri maa laakiin anu waxaan taageerayaa shiiq walba oo noo yimaada in la soo dhaweeyo gacmo furan lagu soo dhaweeyo isagoo maxbadeysan oo dadkiisii iyo dalkiisii jecel hato sheekh umul wuxuu naga mudan yahay sharafu naga mudan yahay baluurkeedisi baa nagas sheekh umul wuxuu naga mudan yahay sharafu naga mudan yahay maxaa yeelay wuxuu 24 saac u taagnaa waqtigiisa ku lumiyey inuu dadkan soomaaliyeed uu wacyigeliyo inuu dadkii soomaaliyeed oo dhibaatada iyo qaraxyada soobuu noo soo gurmaday soobuu lacaga noo soo aruushay bal warkayga dhigayso soobuu lacag noo soo abaartii dalku lacaga soo aruushay beled weynoo hadda lacagu soo aruushay bal warkayga dhigayso oo intaas dowladdii soomaaliya ula imaanaya ula kaashanaya wuxuu naga mudayaa sharaf yaa lagu xadgudbin yaa he lagu xadgudbin qof walba waxaa rabaa inaan soo dhaweeyo inaan soo dhaweeyo shiiqeennii si maxabeysan uu ku tago culumo badanoo al-shabaab waagii hore niyadda kala jirto oo hadda kasoo goosto raba in dalkoodii iyo dadkoodii hormadeena jira yaa dib loo xasuusin yaa he dib loo xasuusin ee ummadda soomaaliyeed waxaan codsanayaa meel walba ay joogaan ogaada dowladda soomaaliya gaarsiiye sheekh cali-wajiis iyo sheekh salaad iyo sheekhyadan madaxtooyada jooga waxaan leeyahay iyo sheekh ee dhammaan culummada soomaaliyeed madaxtooyada joogtaan leeyahay ee dowladda soomaaliya taageersan ee intaas dowladda soomaaliya diidanaa in la rido la mucaaradaayay iyaka waxaa u haynaa jiso kaalin weynay nagu leeyihiin waxaan rabnaa in culummadeenni aan dhoorno waxaan rabnaa culummadeenni inaan sharaftooda dhoorno culummadeenni iyaka inay midoobaan culummadeenni waxaan rabnaa inay iyaka noqdaan kuwii dadka isku keenlaa iyakii hadday iskhilaafaan shacabkana ma mideyn karaan culummada soomaaliyeed ee madaxtooyada dhooban waxay u dhooban yihiin inay dowladda saxaan inay dowladda wixii ka qaldanay ka qabtaan bal warkayga si fican dhegeyso inay madaxda dalka u duceeyaan warkayga si fican dhegeyso waxaa layna ka rabaa marka waxaa layna ka rabaa intii laysku banaan bixi lahaa oo laba show oo sheekh umul iyo sheekh samow lagu taageerayo ay imaan lahayd oo dhallinyarada la kala wadi lahaa waxaa fiican in laysku keeno labada sheekh la raali geliyo anagu raaliyaan ka nahay annagu raaliyaan ka nahay labada culummo sheekh samow waa sheekheennii waa culummadeennii sheekh samow ummaddan soomaaliyeed gobolka banaadir waa uga xaq badan yahay dadka runtaa la inii sheegayaa sheekh samow waxaa baddaa ku socotay markuu dagaalamayay magaalada muqdisho sheekh samow wuxuu ka dagaalamayay xerji qaadaneer uu ka dagaalamayay halkaasuu dagaal ku waday oo xertii iyo ciidankii ay nimankan qawaarishta iska celinayeen sheekh samow intaas dadkii diinta baafinayo ka mid aha bal warkayga dhegeyso sheekh umilna sidoo kale annagu raalli aa ina ka nahay annagu e raalli aa ina ka nahay waxaan rabnaa culummadii soomaaliyeed oo fariinteedaas iga gaarsiiyey culummadii soomaaliyeed ee fariintaas iga gaarsiiyey ha laysku keeno culummada culummada ha laysku keeno sheekh kinyaawiyaa la diidi lahaa haddii dad la diidayo haddii qof la nacayo haddii lagu banaanbaxayo sheekh kinyaawi sida loo soo dhaweeyey waad aragteen meel la fadhiisto iyo meel la istaago ayaa la waay bal warkayga si fican dhegeyso oo madaxdii dalka ay ka qayb gashay allahu naxariista wiiriisa hogaaminay waxaan rabnaa marka yeesa naga noqon foodo magaaladan fooda ka jirta iyadaa foodeysanba magaaladan iyadaas foodeysanba dowladdiiyaa senta lagu dhegayan al-shabaabna qaraxyay u buuxinayaan meeshay marsiin lahaayeen ayay la-yihin qof walba oo muwaadin oo daawanaya videogaas u sheergare culummada soomaaliyeed anigu culummada macayo bal warkayga si fican dhegeyso anigu culummada macayo war wallaahi wa billaahi oo tallaahi culummada macayo culummadu waa ahluddiin nimankii diinta laga soo gaaray waay nimankii diintana bara waay waxay naga mudan yihiin ciise iyo sharafay naga mudan yihiin kulligood waxaa rabnaa marka inay iyaka midoobaan iyaka inay midoobaan oo heshiiyaan oo sheekh cali-wajiis iyo sheekh salaad iyo intay baxaan waa u tegi karaan sheekh samow warkooda ma diidi karo
بالفيري وركود ما دي ذكر ان انت لوتو لا رالي قلي رالي حتى لا قديو لي يراد راله شي غنيات او كو سو ين راله وخي او قبتنا كرا له دد كان دباتدي لو غارسينا حسوسين شعب كالصوماليين علمودو او سو نوقدين هدي شالي كمقنايين والورك غريس راله لو نصوب كلمه حضرنا لقب شيخ سمو مديدي شيخ سمو مديدي بالورك غريس لكن هدي لي راه شيخ اسمجي شيخ اسمجي علمودي كلا ادهستا اسكا ما حضر اسكا قبو خلاف كان واتقيا وانا سي وينانيا شيخ عندي ما تضل كان كلها هنا ايام مريكن كي ايمان دون اسايا لغو بنام بيحدونا ما حي يالي وحا اسخومي كو مغالا دا مغوشي لحجة دي اكل قوي هذا شعال وجيز اي شيخ صلاد اي شيخ سمو واسدح علمو اووين اولي خان او صاحبة واسيك القوي حسبية كل قليه دينتي امركا وحا الله سياسة دي نغوني دينتي اوحي نغوني سياسة بالوركي يسيب عندكيز قفل بوئ داوني وسوق بقبيني هدو إلهي رضا قفل بوئ داوني علماء صليسكو كانوا وعلماء داني راليا كان عينينا وعد قليان دل كان وعي قلين مجرت قوارشتا وحلا دقالو علماء وضد كي ترادو وروحي دلك اي وحي سمعيني وقلت ماشي اي دلكو كبابا اي وعي قلين لانتي علماء دي اي علماء دي صومالي دي اللوهي مالك بحنوالوهي وددان اوف راي شقياوي الى اجري احسنا ناسي وحال رواه شيخ ام المركة او سجن كوكسد ان علماء بدن امريكان يا اسي جوغيني يمادان او اي ددك او وعي جليان ان قوارشتان ميلو سوده هرجيس اي ددك مسلمين تا اي جيدا برنست او شرع مسلمان كسعون او الهي او قفك دي جيس او كاحار انتمي او قفا معكم الله صار انت اسكي قبطان اسكي قور عيان نقول صابير ميا دلة ورغد الدور صار يالي يعني كان وابتت في ماشي نوجي جوجل بنورك يجريز وعن روا مرك إن علوم هذا الله سمو إن علوم هذا الله يسكو كانوا إن علوم هذا الله يشي سيو إن علوم هذا الله قشق يو إن أي أمد عن إيه كوم هذا وهذا مدة ذلك وصاروا رانيا شقياوي إلى غير سيو وقف كي هو الرئي مجال هذا مقدش كل يردي لا بدي يويله ولا لها labadii wiil walaal ah isku eega mataanayaasha ay kan qeyr lahasi culumada ay kan waa arad sida lagu soo dhaweeyay gobolka Banaadir qof walba saasa loo soo dhaweeyay oo dadka gobolka Banaadir degan waa dad ahlu diina halaal ku dhashay culumadii meherisay waalidkood iyo kuwa hadda guursanay ku meeriyay adeer ma lagu xad gudbi karo hadda shiiqa ku xad gudbo to xalaashada xaraana shiiq سمو وحكمية علماء الصوماليين ووين قبل كبنادر أما أنا كان تاريخه نجمدين أنت وديدي قوارش تاني أنا دلك ما مش وديدي جن أهل السنة لما كان أهل السنة للي هي يعني ما كان اسمه أجر الله السيو وأماله نجوب جدنيه وحتى في فيديو قصي قرسي شيخ أم الله سيدوك شيخ غنيون شيخ أفر إلى بعدك ساعة أمد الصوماليات قرب تاجر شيخ أمد الصوماليات إني دبعتنا كبحضو شيخ أفر إلى واتك الساعة قيلة والبسو يرت أتاقن أسعد مساجد أتاقي أدقان وحمق الله أجري حسن الله كاسي لكن ما عربا إن لغا الشقيق إن علماء الله يسكو كانوا بريتو إنتي سمحارة دعين أو صلاة دلو إنتي سقلين شيخ سمو يشيخ أمنا الله يسكو كانوا أمدا هل ليشيسي وحد أنا كنت أسانا كمخن صومالي مع الدولة الصومالي محمد عبد الله فرماجي غير حتى أنت أسانا كمخن ورا أنا وضع هذا النو أنا شينو خوف الدايس تجاشين أو خوف كاس خوف كأي كانوا يرى وني وني كأنا ديار أنا أنا ليش وهذا قاعد تخوف كاس إنه سحب كوخم أنا وضع هذا أنا شينه أنا وح أنا جم قال إنا أنت وضع هذا الناس كوني ما أنا وأنا شين أنا جم قام معارضي محافظ إنا المذاح لأن أدعنه أو مذاح لأن أكدم بينه ما جفت سنتك كل جنة هد محمد الله فرماد كرسي كتور قير كرسي كتور أفرج لا تكسع برلمانك موش دول أنا دبعتها سالين سومالي إيه ده دل كذي جانتي ده كبر بوريس بلور كذي سيف عندك إيه ده جانتي ده دل كبر بوريس سومالي جانتي ده دل كبر بوريس ما أنت دلنا هست مجرد الدنيا ده وده ماذا كله كريستيان إيه قالوا مصر فيري كريستيان إيه قالوا ساسة تاني نبدي وده وده دنيني بلور كذي ليش بلور كذي سيف عندك أنا وحنا جمعنا
inaan isku dul qaadanno oo qof kale u jaanisiyo. Wiil dhalinyaraha haddii jaamacad u yiraahdo waxaanahay guddoomiyaha dhalinyarada, afarto kale waxay leedahay may ma taageersan. War ninkan horta taageer oo ula shaqee adoo maasanta, war ninkan taageer oo la shaqee si horta dhalinyaradu u midoobaan. Khilaafku maxaanaga dhibi dhexdhigi? Khilaafkan horta qof walba maxaana dhexdhigi? Culumaa haddii ahaan lahayd, iyo siyaasiyiin haddii ahaan lahayd, iyo dhalinyaraha haddii ahaan lahayd, iyo haween haddii ahaan lahayd, iyo culimauddiin, iyo aqoosh, iyo siyaasiyiin, annaga dhibaato dhexdeena maxaan dhexdhigi? Ma isku dulqaadan karno? Oo qofka walaalkiisa qof kale ma uga samar karno? Oo madaxweynaha ra-iisul wasaare afartooda sano ma dayn karno? Oo ma dhaafi karno? Bal waxay la yimaadaana aragnay Soomaali intaasa ka maqan. Waxaan codsanayaa marka inaan isku talaansinno culummadeennii waaye. Halkan codsi waxaan uga dirayaa, halkan waxaan codsi uga dirayaa Sheekh Umun iyo Sheekh Samuu. Walaalayaalow, walaalayaalow, isku talaansula, iskuna imaada. Midka midka kale haw talaansulo, ha raali geliyo. Bulshadan uma baahna maanta iftiin in loo iftiimiyo. War wixii qarsoon xataa in la duugo, wixii qarsoon haddaad aragto inaad dugto waay. Qof waxaar arkay dadka dhan u yeeraya maaha inaad dugtid waa adi, suus qof kale ugu nijaasoobin. Intaasaa naga maqan. Qashin jidka yaala arkanaa qof kale waa arkaa, mid kale waa kusii tuura. Soomaali wallahi intaasa ka maqan, wallahina bay kushii burburkii allahu naxariisa maxamed siyaad bare. Intaasaa naga maqan. Inaan gacmaha isqabsanno oo qofka qofka kale uu arko inaad adiga tiraadkaalkaala qashinkan qaad, warma qaadaa inaga tag amaasanta, adiga qaad, gacantaada ku qaad, ilaa meel wadada ka baxsan aad digtid. Inaan annaga nadaafaddeena ka shaqaysano, inaan isku dulqaadno, annaga middaasaa naga maqan. Inaan ismucaaradno oo isku dhegno oo qashin qashin kale dul saarno, oo haddaad aragto biyo soo socda biyo kale kusii furto. Soomaali waxaa naga maqan, annaka dhan waxaa naga maqan inaan isku tanaasulno oo qofkaas haduu qashinka qaadi waaye adig a qaado, in nadaafaddu adig garan waaye adig aa garato, waxa uu sameeyey adig inaad saxdo. Intaasaa naga maqan. Walaa madaxweyne walaa cunugeena ugu yar, intaasaa naga maqan. In la isku tanaasulo oo qofka qof kale walaalkiisa, war adiga nimankan xataa ma diideen mucaaradka inay dowladda la heshaan. Utag maxamed cabdullahi farmaajo sida hadda uu sameeyey, maasha allah madaxweynaha uga mahad celinaya inuu u yeeray, inuu qada u sameeyey, inuu u yimid, inuu yiri raalli ahaada, waxaa tabanaysiin dowladda ka raalli ahaada. Wax qofka lagu ammaano waay ceeb ma, wallahi ceeb ma. Soomaali ceeb bay u tahay, Soomaali lakin agteeda ceeb ka tahay, lakin ceeb ma. Qofka walaalka laba qof oo isdagaalasa, gabar iyo wiil isdagaalasa, waxay leedahay maya ani ma raali gelinay, isagana waxuu leeyahay ani ma raali gelinay. Qofkan ceeb ay ku tahay inaad tireer hallow, Soomaali ceeb ay ku tahay. Waxaan rabaa marka tankiyo, waxaan rabaa qof walbo idaawanaya ogaada walaalayaalow, aan ka gudubno waxyaabaha xun, aan isku nimaano wanaagga iskugu nimaano. Culummadeenna aan kala siyaasadeyn, culummadeenna aan kala siyaasa, labadoodaba agteeda sharafay nooga leeyin. Sheekh Samow iyo Sheekh Umul labadaba waa culimmo waaweyn ee Soomaaliyeed, cid haqari karta ma jirto. Waa inaan isku keennaa, waa inaan heshiisiinaa, waa inaan iyaka wada jira ay noo qabtaan muxaadarad, si dhalinyarada Soomaaliyeed aysan u arag khilaaf iyo in laysku bannaan baxo iyo in la diido. Bal warkayga dhegeyso, bal warkayga sifa u dhegeyso, aan ka gudubno isijiidka siyaasadeed ayna dhibay, aan qof walba wanaagga u gudbo. Walaalkaa hadduu adigu ku raali gelin, waa adi raali gelin. Dalkeena maanta meesha uu taagan yahay, waxaan ku gaari karnaa inaan isku calool fiyoobaano, inaan isku calool fiyoobaano oo qofka qofka kale uu raali geliyo. Ceebay nala tahay walaashay. Faaiso ladana halkaas ugu jeeda, waxaan leeyahay Faaiso waay xayga tabatay, anaa gurigeeda uu tagaya. Faaiso walaashay raallaho iyada markaas waa fahmaya. Maalinta kadambe waxa laga yaaba iyadana ii timaaday tiraad gurigeega igu timid, adigana walaalkay macaan raallaho. Labadeena dadka iskugu jeclaan miya mise waa beenti? Laakiin qof walba qof kale wuxuu leeyay ma u tago, adi ma u tagtay, adi ma u tagtay. Walaalayaal aan ka gudubno, aan meesha wanaagga raacno, culummadeena aan isku keenno, yaan la kala dilin. Culummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay culummada yaa la sii kala dilin. Fariintaan faraya waxay tahay culummada yaa la sii kala dilin, ha la isku keeno. Sheekh Samow saasuu yiri iyo Sheekh Alawiji saasuu yiri iyo Sheekh Umul saasuu yiri iyo aan ka gudubno, aan isku keenno culummadii, aan heshiisiino dowladda Soomaaliya. Fariintaasaan faraya iyada aabiya dalka maxamed cabdullaahi farmaajo taariikhda ku geli, wax walba wanaag in laga raadiyo. Madaxweynihii ha isku keenin Sheekh Umul iyo Sheekh Samow, waa heshiisiin sharafay ummadda Soomaaliyeed u tahay. Intaasaa naga maqan.
walaal yar waxaan leeyahay sharaf ii ciise atir kaleedin dadka fiidiyowga share gareen hadaa igu cusubtan youtube ka subscribe sar ilaahay waxaan ka baryaa intaan barito muhaadaradaas la gaarin inay labadooda isku yimaadaan oo la heshiisiyo cid walba waxaan leeyahay fiidiyowga sadaa arto u share garee culimada isku ficalul fiyoobaad dalkeena waa noo hagaagaya iniku calul fiyooba ayaan anakuna sharaf noo ah waxaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.